إدارة الشؤون هي أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وتطبق الاستراتيجية اللي وضعتها هذه اللجنة. وهذه اللجنة للأمانة عندها استراتيجية مبنية على التوصيات الصادرة من منظمة الفاتف. طبعا هذه التوصيات تم تعميمها على الجمعيات الخيرية، وللأمانة بالنسبة لهذه التوصيات هناك توصية واحدة تخص منظمات المجتمع المدني، واليوم راح يتم التعريف فيها بشكل أكبر، مع العلم أن أغلب الجمعيات عندها الإجراءات الاحترازية اللي هي تستمر فيها، والوزارة للأمانة عندها التشريعات الكثيرة اللي تضمن سلامة وصول الأموال إلى مستحقيها والبعد عن عملية غسيل الأموال.